علاش ليه؟ رتن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرنا المحبة. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من الويكاند. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على الشفط، باش نحكيو شكون نجم يعمل شفط شكون لا، وخاصة برشا معلومات اليوم باش نتعرفوا عليها في الحكاية هذه. مش أي حد يحب يعمل جراحة شفط يقول خليني نمشي نعمل. كيف كيف باش نحكي كيفاش نجم نزوقوا الهدايا نتاعنا، وعيد الحب قريب، باش نحكي زاده على الممكن الاغذيه اللي تقوينا المناعه نتاعنا، باش نحكيوا على اول مدرسه في افريقيا في كل ما هو رقمنا. دونك هذا وغيره في حلقتنا اليوم، ما تبدلوش القناه، مع بعضنا نقولوا مرحبا الشيف سامي. مرحبا فاطمه، مرحبا بكافه مشاهدينا في حلقه جديده من الويكاند. كما تشوفوا طقس بارد برشا، دونك خممنا فيكم لازم حاجات نقاوموا بهم البرد. باش نعملوا اليوم ان شاء الله برغل مع هو روز جربي معهم كيش بالقوتة وجبن والطن، وحاجة حلوة في الأخر باش نعملوا زادة شوكولا شو. دونك اقعدوا معنا وما تبعدوش. يعطيك الصحة شيف. خلينا نشوفوا المولود نتاعنا الجديد في برنامج الويكاند اللي هو بيولانج. شوفوا سبوت ونرجع. بيولانج يسهلها عليك بتركيبته جديدة اللي تحافظ على الألياف باش الحوايج تعيش أكثر وتقضي على البقايا الصعيبة. أما الريحة نخليكم تكتشفوا البنة. بيولانج، شنو هو السر؟ دونك هذه كانت سبوت الخاصة بيولانج. بعد شوية باش نحكيكم على البرومو الموجودين عندنا معاهم. كيف كيف نزيدوا نذكروا بلي برودوي نتاعهم اللي أكثر من 30 برودوي موجودين، بين برودوي بروفيسيونيل كيف كيف حاجات نستعملوها في الدار. أما تويكا خلينا نرحب بضيفي، نرحب مدام هاجر المرغني اللي هي سيدة ليزاستيوس. مرحبا بك هاجورة. عسيمة فاتومة، ميرسي أنكور بور لانفيتاسيون. مرحبا. ان شاء الله اليوم نشوفوا مع بعضنا كالعاده الحب والمحبه في العائله الكل. اون بروفيتي بعيد الحب ما زاده باش نحكيو لازمنا نحبوا بعضنا عام كامل. اكيد نحبوا بعضنا عام كامل ونهديوا بعضنا زاده صبابط علاش ليه، فنشوفوا بعض اي فكره هايله يعني الفرقه ولا باش نشوفوا علاش ليه اذا كان صباط تونسي مزيان. هذاك علاش بحثنا مدام فاطمه جبنياني اللي هي ممثله عن شركه الحياه تشوز. شوز. عسلامة فاطمة. مرحبا. معك فاطمة جبنياني. مرحبا. عندنا نقطة بيع في صفاقس، البوتيك اسمه شوز الحياة. كيف كيف نبيعوا اون لين، عندنا الباج اسمها شوز الحياة. شوز الحياة مش الحياة شوز. باج انستغرام الحياة شوز. اها. الباج فيسبوك باش شوز الحياه. الحياه هنشوفوا بعد شويه زاده نتعرفوا على الماركه هذه وخاصه اللي هي حاجه تونسيه. رحبوا بسي حسين بيان سور الغربي اللي هو مدير بيان سور مدرسه لانتيغرال التكامل الموجوده في تونس اللي ديما نقول في الاكتروا. شكرا مدام فاطمه، يعطيك الصحه على الدعوه باش تتيح لنا اليوم الفرصه باش نتحدث على مدرسه التكامل الخاصه الانتيغرال، على الخصوصيه نتاعها وعلى مختلف الانشطه اللي تمارسها المدرسه هذه. هذا هو. رحبوا بزاده بالدكتور سيد احمد ابو زويده اللي هو طبيب تجميل وجراح تجميل. نحكي اليوم على الشفط. مرحبا بك دكتور. عايشك، ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا. دونك اليوم نحكيو على ليبوسيسيون او عمليه شفط الدهون. وي باش نشوفوا زاده الباهي فيها والخايب وشكون نجم يعملها. قبل ما نحكيو في المواضيع هذه كل خلينا نمشيو بحذا الشيف سامي. مشكوره فاطمه، مرحبا بضيوفنا كالعاده. باش نبداو باول روسيت اللي هي البرغل. اخترتوا اليوم باش نعملوا بالدبابش. دونك سامبل كالعاده روسيت، حطيت شويه ماء سواء بارد ولا سخون نجم نبداو به. باش نحط البرغل نتاعي، شويه عدس وفول، هذوما الكل باش نخلطهم، نزيدهم شويه ماء سخون، وتوا بالطبيعه باش نزيد الطماطم معجونه. ما يجيش مطمطم برشا هو البرغل، دونك باش نحط مغرفه بركه من الطماط دوبل كونسونتري تاع سيكام، وبالطبيعه باش نوزو بالهريسه تاع سيكام. لفاح
شوية ملح وفلفل أكحل، كركم وتابل، وما ننساوش بتبيع الثوم لازم معناتها في البرغل. هذوما الكل باش نحركهم ونخليه لين يطيب البرغل معناتها ولا الفول، هما براتيكمون فرد طون دو كويسون. جوست باش نزيد عليهم شويه زيت زيتونه ونخليهم يغليو في عقلهم. بعد احنا بالطبيعه باش نرجعوا للروسيت نتاع الروز الجربي اليوم باش نعملوه باللحم وبالدجاج. نرجع لك فاطمة. يعطيك الصحة شيف، والله ما احلاها الرجعة نتاعك. نرجع لك فاطمة، أول مرة تفيقني. هلا نحكي وبعد الماكلة هذه اللي يحكي فيها الشيف، اسكو بعد ما نسمن ولا عندي الكرش ولا عندي الزيت نجم نعمل شفط ولا هذا هو اللي باش يجاوبنا عليه دكتورة بوزويدة اليوم. دكتورة هات نسعد تفسروا لنا شنو الشفط. بارك الله فيكم كونكور على الانفيتاسيون. دونك عملية شفط هي اسمها فيها شفط. دونك سي اسبيراسيون. دونك بور ان تي بو نقربوا للعباد، الاسبيراتور اللي عندنا في الدار سي لو ميم سيستيم. دونك سي اون اسبيراسيون. دونك تبدا عندنا اون سورس داسبيراسيون، ان تيو اون كاوتشو، دي كانول. دونك سي دي سورت دو توب نعبروا عليها بالدرجه نتاعنا زريقه. فهمت كي زوريقه هي ان فيت ماهيش اوسي بوانتو كو زوريقه، سينو في دي كاتاستروف على الانتيريور. دونك وندخلوا الكانيول نتاعنا في وسط الكريس وتبدا عمليه الشفط. فهمتك. اما فما تحضير ذول قبل العمليه هذه ولا؟ بالطبيعه فما تحضير، ما همش العباد الكل سون دي كونديدا على لي بوزيسيون. فما فكره غالطه هي اللي العباد الكل تسخايلها، هي كونوا عمليه شفط راهي نعملوها باش طيح البوا. هذه راهي فكره غلطه. راهي الشفط راهو ديستيني لي باسيونت اللي عندهم دي سورشارج لوكاليزي او نيفو دو سارتين زون، معناها فهمت كرش لي كويس فاسا اكسترن دي كويس لو مونتون، هذا هو معناها تبدا باسيونت اللي اوبيز ولا واحد راهي سي با لا بون انديكاسيون. فهمت هذا هو. خاطر ساعات يجيوك عباد يقول لك انا باش نعمل عمليه شفط من بعد باش نزيد نضعاف وحال بوغتون. فما ساعات الطب يقول لك لا قداش توزن الساق قداش طولك وبعد نحكي. هذا هو فما سكون ابل لو اي ام سي لانديس دو ماس كوربوريل اللي هو لو رابور بوا سور لا تاي او كاري. وانا نشوفوا لو بوان تاع العبد اسكيلي دون لي ليميت دو لا نورمال ولا الي اون ليجي سور بوا ولا اون اوبيزيتي ولا معناها لا ليبوسيسيون اللي انديكي للعباد اللي قراب برشا للبوا ايديال نتاعهم. اها معناتها زايدين شويه وبرا. اما اللي سمين نقولوا احنا سمين ولا بصحته برشا لا. هذوكم سي دوتر انديكاسيون، سي الانديكاسيون لي بو ابدو ولا فوار لي شيروجي اللي ينقصوا في الوزن قبل. ينقصوا في الوزن. بالون غاستريك ولا سليف ولا باي باس ولا هذا هو. توا كيف يجيك باسيون ولا باسيونت باش يحب يعمل الشفط، فما نقولوا احنا الوزن نتاعو يتماشى مع العمليه، فما حوار بيان سور، فما انكيت كامله يعملها الطبيب قبل ما نبداو في عمليه الشفط. دونك شنو يصير؟ هذا هو ديجا لازم لو باسيون سوا ماجور، معناها بلوغ سن الرشد باش ينجم ياخذ ديسيزيون نتاعو، معناها 18 اون او بلوس. فهمت دونك كيلكو غار كا مثلا لي مينور 16 اون ولا واحد، دون سو كا الفو لاكور دي بارون. يلزم يكون في صحه جيده حتى كان عنده امراض دي مالادي مزمنه لازمهم يكونوا بيان اكيليبغي. فهمت لازم كيما قلنا يبدا قريب للبوان نتاعو. زاد فما ان اوتر بوان كي امبورتون، لازم لي زاتونت نتاعو يكونوا رياليست. فهمت كيفاش؟ بارابور هسا معناها زاد مش مريضه يبدا عندها اكسي نتاع غريس واكسي نتاع بو تحب تعمل لي بو بركة وتستنى في ريزولتا. صحيت هذا باش نحب نحكي فيه بعد في النتيجه، على خاطر الشفط ماهوش الشد. الشد حاجه حكينا فيها احنا قبل الشد، اما هذا راهو الشفط اللي يجي ممكن مع الشد والا قبل الشد. جات عملت الشفط في العمليه، برشا ناس ما تعرفش انه العمليه هذيا معناتها تقعد برشا سوايع، ماهيش ساعة ولا برج. رانا ديما نحكيو على شيروجي، راهي جراحة، معناها لازم نحطوا توت لي كونديسيون دو سيكوريتي من دو نوت كوتي. فهمت معناها لازم بيلون يتعمل، ساعة ديجا
انت باش تحكي مع المريضه في كونسلتاسيون لوي دون ان ديلي دو ريفليكسيون اللي هو 15 يوم تخمم تقرا على العمليه نتاعها تقرا شنو هما لي كومبليكاسيون ايفونتويل تقرا كيفاش الجراحه تصير واحد كل شيء وبعد البرون سا ديسيزيون في عقلها فهمت يورا ان بيلون افير فهمت معناها نشوف بيلون ستاندار نتاع بري اوبيراتوار باش نشوف ماشي مشكل في البيلون هذا فما كونسلتاسيون نتاع بونش تتعمل فهمت والعمليه تصير في بلوك اوبيراتوار قداش تدوم والله انت والزون الي بوسوسي وانت وال معناها قال سيو شارج قداش عندها غريس معناها نجم تقعد حتى خمسه سوايع على نجم توصل حتى خمسه سوايع نجم حتى اكثر فهمت فهمت انت علاش العمليه هذه بالذات اللي هي لي بوسيسيون والشفط متهم انه هو من اخطر العمليات اللي ممكن تمثل وفيات معنا ديما نسمعوا انه فما مشاكل مع جراحين اللي توفوا والمرضى نتاعهم وقت لي بوسيسيون هي مش هي ليبوفيلينغ اكثر منه اللي هو شنو الفرق بيناتهم فسر معناها ليبوفيلينغ ليبوسيسيون هي نجبدوا الجريس والليبوفيلينغ هو الجريس هذاك رجعوها رزرقوها في اماكن معينه صحيح هذاك هو الريسك في الليبوفيلينغ هو ساعات نجم الجريس تتعدى في عرق ولا هذا هو الريسك اللي جوست باش نفسروا للناس صحيت الخاطر برشا عباد ولات تخاف تقول لك وين نمشي نعمل شفطه ويقتلها ودرا شنو راه عمليه شفط ماهيش هي عمليه اوكي عمليه تبقى عمليه والريسك زيرو ما فماش اما المشكله في اعاده الليبوفيلينغ اكثر من حطينا الجلد فما عباد تحب تكبر ما نعرفش البوتخين ولا الفيسي وغيره لهنا دكتور كيف نحكيو على العمليه لي بوسيسيون زيد ولينا نختاروا حاجات جدد ولينا نجموا لي بوسيسيون نعملوها نعملوا بها دي ميوسكل بالنسبه للرجال يعملوا كل ولينا باغ شوكولا وكل شيء هذوما لي تكنيك جدد توا لي بوسيسيون هي بدات من 1920 كان نقول كان الحكايه اللي بدات بها تقول فهمت بدات بهي بين كاتاستروف فهمت اون دونسوز دو بالي مشات للطبيب هذا الاولاني مشات عندها شويه في ركايبها زايدي فهمت ما نطولش عليك حاسين الحكايه وفات اوني ايتي اوبليجي دومبوتي لي جون يا لطيف دوبوي لا تكنيك سي تافيني واحد كل شيء افيك لوز دون لي زاني 70 اللي هو فرانكو الجيريان معناها مولود في وهران وقتها بدات تطلع لا تكنيك لي زاني 2000 لي تكنيك جدد هذوما جي بلاسما والفازير ولينا توا تراسي ولي تابلت دو شوكولا والكور اتليتيك بالنسبه للي فام فهمت وتوا مليت سي لا شيروجي لا بلو براتيكي معناها في الشيروجي استيتيك فهمت براتيكي وزاد فما عباد ممكن هنا صلحنا بعض الحكايات اللي الوزن يلزم يكون داخل انه هي ماهيش خطيره لك الدرجه نتاع اللي نسمعوا فيه ولكن فما حاجه يقول لك باهي انا كي نجي نعمل تنحي لي الدهون مثلا من البطن يقول لك ما عادش ترجع الدهون هذيك تولي تطلع لي في الظهر مثلا هذا صحيح ولا غلط؟ صحيح وغلط به الدهون اللي خاطر العبد الانسان ما عادش يصنع خلايا دهنيه ملي كملنا لا بيبرتي معناها سن البلوغ فهمت دونك الدهون اللي جبدناها بالليبوسيسيون سيبوزي ما عادش ترجع هذيك فهمت المشكله في الدهون اللي قعدت خاطر الخليه الدهنيه تنجم كون تون بون دو بوا ما نحافظوش على ما ناكلو واحد كل شيء الفوليوم تاعها يوصل حتى 100 دونك انا كي باش ناكل وما نعصش على روحي ما نعملش سبور واحد كل شيء الخلايا اللي قعدوا فون سيبرتروفي دونك باش نرجعوا للبوان زيرو وينجم عبد يعمل عمليه مره اخرى ولا حاجه في ينجم تو تون ساشون اللي راهو ديما العمليه الثانيه اصلا من العمليه الاولى خاطر لاجريس باش تولي فيبروزي تولي يابسه واحد يابسه مش فهمت دونك لا ليبو الثانيه ديما اصعب من الاولى والثالثه انكور اصعب وكيك فهمتك بي قلت لي من بكري راه ما ننتظروش برشا معناتها نتيجه بعد لي بوسيسيون على خاطر باش يكون فما جلد طايح هذاك ماهيش ما نحيناش الجلد احنا جوست نحينا الجريس اللي تحت الجلد اي ما ننتظروش برشا ريزولتا للباسيونت اللي تبدا عندها سور شارج جريسوز وسور شارج كوتاني دونك لازم معناها الباسيونت اللي عندها زاده جلده زاده لازم الجلده هذيك زاده نقصوها خاطر باللي بوسيسيون الجلده كي فرغوها من الجريس باش تزيد تطيح اكثر فهمت دونك لازم يفو كوبي هذاك فوالا لازم نقصوا وقتها لازم نقصوا
ديما نحب نسال زاده بعد العمليه العابد كيفاش يلزمو يتصرف مع بدن واللي كان عامل عمليه ليبوسيسيون. انا باقي ديما نقول المرضى نتاعي راهو الريزولتا راهو 50% سي دو لا شيروجي و 50% سي لو بوست اوبيراتوار. ديجا في البوست اوبيراتوار ميديا لازم نعملو دريناج خاطر المريض ولا المريضه باش تتنفخ بالقدا فهمت. نعملو مساج نعملو مساج اللي ليكيد لانفاتيك هذاك الفو با لو ليسي على الانتيغ الفو لو دريني. دونك لازمنا نلبسو سكون ابل ان بونتي هذاك باش يحصر لي زون لي بوسيسي باش ما يتحلوش فهمت. ولازم نحافظوا على روايحنا في الماكله ماكله صحيه لازم اون اكتيفيتي سبورتيف ريغولير باش نحافظوا على مش عملت عمليه معناها صاي وصلت للنتيجه اللي حاجتي بها وي كان نعمل عمليه وصايب روحي و ريفيان او بوان زيرو فوار بير ممكن اصعب قلت لي الجريس يولي معناتها اصعب اصعب ياسر بي. دونك اذا المعلومات على البوزيسيون دونك نحب نعرف هاجر خممت مره تعمل شفت ولا لا؟ والله خممت باش نعمل شفتي خممت في وجهي مش بون بدني فرحانه بيه الحمد لله الحمد لله يا ربي وحتى كان هكا نعرفها اللي هي صعيبه كيما قال الدكتور اون فيت سي افون اي ابخي معناتها لوبيراسيون في حد ذاتها ماهيش حل معناتها انا عشتها مع صاحبتي وكل يلزم لهوه كبيره ويلزم واحد ما يعملهاش في السخانه زاد يظهر لي يختار الوقت المناسب ولازم واحد ياخذ راحته بعد العمليه او موا شهر وهو ديسبونيبيليتي معناتها فيها برشا مسؤوليات. ما خممتش نعمل فما شفت على الوجه زاد يظهر لي نتاع الدوبل مونتون اي دوبل مونتون زاد فكره هو حل يظهر لي تحفون باهي ولا ديما نقولوا بور لا بون انديكاسيون ويستاهل بنج دكتور ويستاهل عمليه كبيره معناتها وقت نتاع بنج كبير وكل زون صغيره زون صغيره هي مي دو بريفيرونس نبرجوها الباسيونت باش تبدا هي مرتاحه وتبي مرتاحه خاطر ما لازمهاش فهمت نو سوريسكو تبدا كانيول في وسط الواحد البو بانيكي الباسيونت اصحك فهمت مدام اي دكتور ميسي تو نقولوا عملت الشفت وكل شيء مي انا بعد العمليه استحفظت شعر روحي وما بقاش نحب نعاود نعمل عمليه كيفاش باش نطيح هذيك البوا خاطر تقول انت اصعب ولا اي كيفاش ريجيم ريجيم معناها ما تحبش تعمل عمليه عندك ريجيم ممكن شويه مساجات يعاونوا باش يكسروا كل الجراس هذاك اللي ولا يبس شويه بدل اي طريوها الجراس اما زاد في باس ريجيم باش طايح البوا اما هيك الجراس اللي قلت عليه انت باش يكون اصعب من الجراس القديم اللي نحيناه من الفيبروز والانفلاماسيون الجراس تولي تتحجر معناها فهمتك دونك لي بو ثاني ديما اصعب من الاولى فهمتك سي حوسي والله انا نحب نسال على الاعمار المناسبه اللي ربما الواحد حسو خمم سي حسين كيما قلنا الاعمار الكل ابارتير من سن الرشد الاعمار الكل وقتاش تولي ريسك ريسك كيما قلنا كيبدا ماهوش في صحه جيده معناها عنده دي مالادي كرونيك ماهوش اكيليبري ولا فهمت هذا هو سي حسين صيف جاي يقول لك يحب طابلات شوكولا اسمع بها كريستيانو رونالدو دونك خلينا نشوفوا توا كاسبات الخاصه بليكول انتيغرال ونرجعوا نحكي. Hello everyone, my name is Shams al-Mathlouthi. I'm from the class 5D. I'm a fifth grader and today I'm going to present you to Antigral Ordinas.
عطيلة من تلاميذ السنة الخامسة جيم، تقديم أنيسة هيشور وأيوب اللاجاجي عبر أمواج إذاعة التكامل، الإذاعة الأولى في المدارس وفي تونس. تحية من القلب إلى القلب. اليوم اخترنا لكم الحديث حول التسامح. التسامح هو من أسمى الصفات التي أمرنا بها الله عز وجل. هذه كانت سبوت الخاصة بالانتقال اللي تزيد عطينا عليها فكرة سي حسين الغربي اللي هو مستشار عام لليكول هذه. دونك نعطيك الكلمة سي حسين، تعرفنا بليكول انتقال من وقتاش في تونس وشنو الخصوصية نتاعها؟ شكرا. المدرسة هذه مدرسة خاصة اسمها التكامل الانتقال، موجودة في ضفاف البحيرة 3. بدأت نشاطها تقريبا 2016. اي المدرسة هذه هي مدرسة تونسية، يعني تطبق البرامج التونسية، البرامج الرسمية تحت إشراف وزارة التربية. المدرسة هذه فيها أقسام تحضيرية وفيها المرحلة الابتدائية، وربما إن شاء الله العام الجاي ننوي أنه نبعث مدرسة إعدادية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. المدرسة فيها تقريبا عدد فوق 700 تلميذ إن شاء الله. الأقسام التحضيرية اللي هما كما تعرف هما يجيوا في مرحلة انتقالية بين الروضة وبين المدرسة الابتدائية وبين التعليم الابتدائي، وتوا ولا مهم جدا الإعداد وتحضير التلميذ باش يستوعب فيما بعد برامج الأقسام الابتدائية، لأنه الروضة شيء ثم يدخل لابد أن يدمج في جو مدرسي، لكن طريقة تدريجية، طريقة تنشيطية، لأنه في المدرسة التحضيرية مش نقريو، النشط ومن خلال التنشيط يكتسب التلميذ المعارف، القاعدة علم الأطفال وهم يلعبون. ركزوا على اللغات، التلميذ يتعلم جملة عدد معناها اللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية، نسمي نقول تريلانك، ونكثفوا من الأنشطة اللي من خلالها التلميذ يستحسن وجوده في المدرسة ويولي يقبل أنه يتعلم، ويتعلم من غير ما يفطن، من خلال مونتيسوري، من خلال الروبوتيك، من خلال بعض الأنشطة في النوادي، مختلف النوادي، رياضية، نوادي علمية، نوادي فنية، رسم وموسيقى ومسرح إلى غير ذلك، من خلال لي سورتي اللي نعملوهم للتلاميذ، خاطر التلميذ يشيخ على شونجمون دو كادر، كي تخرجوا من البقعة نتاعو حتى لو كان تعمل له درس في جنينة يشيخ. خرجتم بالحق للمارشي، خرجتم للضيعات في تونس، اكتشفوا برشا حاجات يكون حتى تابع لي موديول نتاعهم اللي يقراوا فيهم. ما عندكش فكره قداش التلميذ يندمج في هالبرامج هذه الترفيهيه اللي هي التعليميه، اللي هي اساس تساعد على تبليغ التعلمات. التلميذ باش يعرف الخضر وباش يعرف الغلال وتهزه للمارشي سور بلاس، يبدا مشايخ، يبدا فريمون معاك، وهذايا اللي يخلينا نحضروه باش في المرحله الابتدائيه ما يلقاش روحه غريب. ديجا تعلم الحروف، تعلم الكتابه، تعلم الحساب، يلقى روحه قادر على استيعاب البرامج نتاع المرحله الابتدائيه.
وهنا في المرحلة الابتدائية نركز برشا احنا على الوسائط المتعددة الملتي ميديا. ناهيك انه المدرسة متاعنا متحصلة على شهادة مايكروسوفت شوكيس، ستادير اون ايكول فيترين، كي نحب نترجمها بالعربي هي مدرسة نموذج، يعني نموذج يحتذى به في استعمال التكنولوجيات الحديثة، في استعمال الوسائط المتعددة في ترسيخ التعلمات لدى التلميذ وفي تبليغ التعلمات. وهذا بطبيعة الحال طلب منا تكوين مستمر للمدرسين ولتلمذتنا وللأولياء كذلك، لأن الولي شريك في العملية هذه. وأنا بالمناسبة نشكر جميع الأولياء لأنهم ديما على استعداد كل ما ثم حاجة جديدة، خاصة في هذا العالم الموند اي تيك، تعرف ما يقفش، ديما ثم جديد، ديما ثم جديد، وإحنا ديما في الانتجرال ديما عندنا جديد، والأولياء ديما معضدين في المسألة هذه يشجعونا. ولينا توا النجم نقري حضوريا ولا أديستانس بنفس المستوى، وهذا اللي لاحظناه معناتها في الانتجرال، مش معناتها بعد الكوفيد. انا نقول بديتوا تاكيد تطوروا في الحكايه، حتى من قبل معناتها وقت اللي صارت الكوفيد وحكينا اش معناها كونفينمون وغيره، لقيناكم حاضرين معناتها جاهزين بالابليكاسيون بتاعكم وبديتوا تقريوا في الصغار، حتى البريباراتوار دونك بداوا يقراوا الصغيرات وما فماش مشكله، والاساتذه موجودين ومحاضرين لي كور نتاعهم، معناها ما فماش كلي خذيتوا راحه نتاع اشهر باش حضرتوا ابليكاسيون ولا شنو باش نعملوا، هاي برا باش نحكيو ديريكت من اول نهار كونفينمون، اي من غدوه رانا نكملوا نقرا. هذا حاجه بالحق هايله برشا صارت وقت هذا، لخاطر احنا ما يقول لك المثل، شكون قال لكم على الكوفيد قبل ولا لا؟ لا لا مش هذا، انه هو الاستعداد للامر قبل وقوعه ديما، يعني المدرسه ديما عندها نظريات استباقية، هذا هو، ولأنه احنا ربما ما خممناش في الكوفيد، أما خممنا كيفاش نطوروا التعلمات، لأنه كيفاش نجم نتواصل مع التلميذ وهو في دارهم، كيفاش نجم نغرموا بالقراءة الجهرية سواء بالفرنسوية أو بالعربية ولا بالإنجليزية وهو في دارهم يقرأ أديستانس، طريقة معينة ليكتور إيميرسيف، يولي التلميذ يقرأ ويبدأ يصلح في روحه ويبدا عامل كيف على روحه هو ينجز فك النص هذاك ويتغرم بالقراءه ولا بالمطالعه من غير ما يشعر. واحنا ما تعرف مشكلتنا تلامذتنا ما عادش يقراوا، يعني كيفاش باش نوصلوا انا للمسلك هذا يولي مغروم بالمطالعه، مغروم انه يتصفح اشياء في الاورديناتور ماهيش لعب، حاجات جديه. لهنا توا باش نحكي مع سي حسين رجل التعليم. تعرف انه برشا اولياء ولا حتى نعرفش انا في التنميه البشريه ولا بسيكولوج وغيري يقول لك الصغير ماذا بينا ما يمسش ياسر معناتها لي تابلات لي زورديناتور، ما يتعرضش روحه ياسر للزيكرون. لهنا انتم كيفاش تتعاملوا مع الحكايه هذه، وممكن اذا كان فما تصحيح صح؟ شكرا، سؤال مهم برشا، لانه التعامل مع الاكرون هو سلاح ذو حدين. احنا فطنا بهذايا في الأقسام التحضيرية مثلا ما يتعاملوش مع الإكران، يتعاملوا مع كل ما هو يدوي، مونتيسوري ديجا، مونتيسوري كيما نراو هنا، وإلا بانتور، روبوتيك، أشياء معناها يحركها أكثر بيديه مش يتبعها بعينيه. بالنسبة للأقسام الابتدائية اللي يولي الإعلامية تولي نادي قار، وتلامذة ولاو يقبلوا ياسر على النوادي هذه العلمية، مغرومين تلامذة. احنا نحدوا الوقت، الوقت مدروس، يعني مش نهار كامل والتلميذ قدام الإكران، خاطر ربما تكون عندها تبعات مش باهية. ثم أوقات معينة اللي من خلالها التلميذ ينجم يباشر معناها الدراسة متاعه من خلال الحاسوب، آلة الحاسوب، سواء عبر تيمز اذا كان هو في داره، والا في القسم في لي لابو دانفورماتيك الموجودين في المدرسه. احنا عندنا عديد المخابر نتاع الاعلاميه، لكن ديما ناكلوا ونقيسوا. ايواش، هذا مهم.
زاد نحب نعاودوا نركز اللي انت قلت لي من بكري احنا تابع البرمجه والبيداغوجيا كل شيء نتاع تونس، ولكن زاد نحب نثمن ان انتم البرنامج نتاعكم الفرنسي هو طبق زاد البرنامج الفرنسي العالمي، البرنامج الانجليزي تابع قلنا القرايه في البريتش وكل شيء. احنا نشوف الخصوصيه نتاع المدرسه الخاصه بصفه عامه ومتاعنا احنا الانتجرال، انه التلميذ يجينا الصباح يروح العشيه، يعني يقضي كامل اليوم في المدرسه، وهكا عندنا الفرص، عندنا مساحه زمنيه كبيره، عندنا العديد من الفرص باش نقدم الاضافات. بالضبط، يعني عندنا الوقت باش نوصل البرامج الرسميه المنصوص عليها، ونجم نقدم إضافات أخرى خاصة في مستوى اللغات وفي مستوى دعم التعلمات، لأنه ثم تلامذة عندهم احتياجات خصوصية، عندهم نقص في مادة معينة أو عنده صعوبة إدراك، احنا هذا نخصوله وقت ونخصوله مدرسين اللي يلحقوه بالركب أو أنه يضيفوا، خاصة توا بتجي ماك تعرف ثم باش نقرب الامتحانات الرسمية الامتحانات الوطنية، نولي ونعملوا احنا دروس دعم خاصه اعداد التلامذه للمناظره. وهذا الكل علاش؟ خاطر عندنا الوقت، تلميذ راه يجينا الصباح يروح العشيه، احنا عائلته. صحيح. واحنا ديما غايتنا انه الولي يتهنى توتالمون من ناحيه دراسه صغيره. كي يحط ولده الصباح احنا الفلسفه نتاعنا انه يمشي متمان، متمان البال، متهني. ما يخممش على صغيره كلام ما كلاش اقرا، احنا انفيتو ونحاولوا انه العشيه نرجعوا الامانه لما ليها على احسن ما يرام، ثم احنا العائله راه نتاع نتاعك الصغير هذاك داير برشا صغار يجي يروحوا بهم ما يحبش يروح، يحب يقعد، يحب يزيد. صحيح، دونك وان شاء الله تباع زاد في حلقات الويكاند باش نحكيو اكثر على الانتيغرال ونشوفوا لي كلوب ونزيدوا نحكيو حتى على رقمنه الا موجوده عندكم. رايك لهنا دكتور على كيفاش ولات المدرسه التونسيه، معناها نقول المدرسه الخاصه ان شاء الله يا رب المدارس العامه زاده تلحق بهالركب هذايا، دونك كيفاش تشوفها مع طريقه التدريس؟ دونك قلت لك بنتي تروازيام اني بريمير مسكينه مسخفتني فيها. علاه؟ جو تروف كو لو ريتم ياسر ياسر، انا نحب نسال السي حسين معناها بارابور فرونسي ولا سويدوا فنلندي، علاش احنا صغارنا كي يروحوا معناها يقراوا في الدار؟ اسكو سي لو سيستيم، علاش اوني اوبليجي باش الصغار يقراوا؟ هو مش بالضروره يقرا في الدار، مش بالضروره، الولي يحب يقري صغيره في الدار، لكن راهو فما طريقه باش الصغير قد ما تعطيه ما يقلقش، وقت اللي تعرف كيفاش توصل له المعلومه، وقت اللي تخلط له الجدي بالترفيه، وقت اللي تبدل له الكادر من حين الى اخر، وقت اللي يهبط يعمل سبور، يمشي يعمل ديسان، بعد يمشي يقرا حساب، قد ما تقريه وقتها ما يقلقش، يعني لابد ان ندخل عنصر ليبانويسمون، ما دام ثم ليبانويسمون راه الصغير يقبل، لانه داير هي الساعة تقريبا ساعة غير درجين مش ساعة التدريس، وثم حصص بنص ساعة، وثم وقت اللي نبدل له أنا من الحساب للغة للقراءة هاك الشونجمون هذاك يخليه يعاود يقبل من غير ما يتقلق ومن غير ما يتعب. ما تخافش عليه صغير، ما تخافش عليه صغير، مش كيفنا راه، مش كيفنا، مش كيما خلينا راهو بان بالتجربة أنه اللي نعتبروه احنا اجهاد توا للتلميذ انه يلقاه بعد في مستقبله. صحيح. دايور وقت باش يمشي في المدارس العليا الريتم قوي برشا. يفو ميو يبدا اونتريني باش بعد ما يتفاجئش. صحيح. زيد نحب نعطيك الفرصه باش تذكر الناس للعباد اللي ممكن انتيغيسي بايكول انتيغرال ينجموا فما معناتها جورني بورت اوفيرت اللي هي نهار 18 فيفري هكا. هي دعوه مفتوحه للجميع باش يجيو بحذانا. في الزون اندستريال خير الدين لاك 3 عندنا بورتو فيرت، يعني يوم مفتوح من خلاله ينجم الولي يتعرف على فضاءات المدرسه، يتعرف على الجهاز البيداغوجي اللي نشتغل به سواء في اللغات او في التعلمات الباقيه، يتعرف على الاطار البيداغوجي من مدرسين الى اطار اشراف، ثم ياخذ فكره تقريبا
على سير الطريق سير العمليه التربويه في مدرسه الانتجرال. يعمل انسكريبسيون ويعرف كيفاش ينجم سير بلاس يعمل اذا كان اقتنع سير بلاس يعمل انسكريبسيون ومرحبا بالجميع. يعيشك ميرسي. علاش نقول انسكريبسيون؟ لخاطر انتم تمشوا مش اكثر من 20 تلميذ 23 تلميذ في القسم. بالضبط. دونك ماذا بيك تفوز بلاصتك. العدد محدود وهي المدرسه راهي متاحه للجميع. الحمد لله. حتى ربما ثم ناس يعتقدوا اللي احنا غاليين برشا. عادي. لا مش صحيح، عادي كما المدارس الكل، اسعار مدروسه وهي في نهايه الامر في متناول الـ 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 الولي. ولذا مرحبا بكم، اللي باش يجي بحذانا عنده ما يراه على الاقل من باب الاطلاع على الشيء. مرحبا. يعيشك سي حسين غربي، مستشار عام في ايكول لانتيغرال. نرجعوا بعدها الشيف سيد. مشكوره فاطمه، نوصلوا توا للروز الجربي كما قلنا قبيله باش نعملوه بالدجاج واللحم. دونك اول حاجه الخضره نتاعي خذيت عدوزاج، خذيت زوز سلق وعليهم واحده معدنوس قصيتهم بالطبيعه وغسلتهم بالكدا بالكدا. دونك باش نخلط كل شيء مع بعضه. البصل والروز نتاعنا بالطبيعه. هذوما الكل، النعناع الشايح والثوم انا مانيش باش نزيدهم توا، باش نزيدهم في الاخر، سيرتو النعناع من بعد ما نكملوا نطيبوه نحطوه، والثوم جست قبله بدرجين معناتها قبل ما نطفي بدرجين، باش القوم تاع الثوم والنعناع ما يغلبش مطعم الروز الجربي. مع هذايا لازمنا زيت زيتونه وبالطبيعه طومات دوبل كونسنتري تاع سيكام، باش نعمل ثلاثة مغارف بهين، وبالطبيعة نزيدو نوزوزوه بالهريسة، معاهم هما شوية ملح، خاطر زاد السلق فيه الملح، دونك ردوا بالنا من الملح، فلفل أكحل، تابل مفوح. وشوية بركة كركم. حطيت أنا الماء يغلي لهنا والمقفول متاعي حاضرين باش جوست هذوما الكل باش نخلطهم ونحطوه يتفور، ومن بعد نرجعوا باش نشوفوا الكيش كما قلنا بالطن والقوطة. يعطيك الصحة شيف. نرجعوا نحكيوا على شوز الحياة، نشوفوا هالصباط هذايا اللي يهزنا حياة كاملة ولا يشدنا شنو يعمل هالصباط هذايا. دونك نعطيك الكلمة مدام فاطمة، بيان سور مدام فاطمة اللي هي صاحبة المشروع هكا ولا الحياة شوز. حياة شوز، مرحبا بك. يعيشك فاطمة. يعيشك. احنا شوز الحياة بوتيك، عن نقطة بيع في صفاقس. اي بيو. ومن هكاك جاتنا الفكره ان كيما تعرف معناتها توا العولمه وكل شيء، ولينا حلينا دي لايف هكا، عملت حليت باج ونحل فيها لي لايف وكل شيء، وجربت ومشيت معايا الفكره الحمد لله. ونلقى الروتور نتاع العباد عجبهم، اللي توصلها صبات وتقول لك ميرسي عجبني كاليتي توب، يبعثوا لي يقول لي ميرسي نهبط. قعدت نعمل هكاك، نتعامل مع شركه نتاع توصيل، والحمد لله حليت باج انستغرام الحياة شوز. توا عندنا 3 ans من اللي بدينا، الحمد لله يا ربي معناتها ماشيه معايا، والحمد لله المنتوج نتاعنا براتيكمون الكل تونسي. هي نشجعوا المنتوج التونسي. نخدم مع برشا ماركات توانسه والحمد لله معناتها حاجه توب، كاليتي مزيانه. رانا احنا برشا يقول لك الصباط التونسي معناتها لا، وحيت التونسي وكل شيء، حيت الفكره عندنا صبت ديما لامبورتاسيون ديما يعطي خير. راهو صدقوني برشا عباد جربت، برشا عباد تلبس في صبت تونسي تقول لك والله ما نسخايلو تونسي، محلاه عجبني والله. في السياق مرتاح. كو الحمد لله. عندكم الانواع الكل مدام؟ عندنا السواري. احنا نخدموا براتيكمون فار شويه في المناسبات والاعياد، نخدموا شويه صغار. صغار. اي صغار. نخدموش معناتها صبات السواري، الكلاكيت، السابو، العمار الكل. بالنسبه للفونت اون لين حتى كي نبيع معناتها نحل لي لايف، نصور انا
نختار انا الديكور، نمشي نصور، تصوري هذوك نتاعي، خاطر الكليونات بصفه عامه تقول لك لا تصور ريناها في باج اخرى ولا رينا شكون مهبط مرانا، احنا اللي نتعبوا عليهم، احنا اللي نصوروا ونمشيو ونعملوا، نهز البرودوي نتاعي انا ونصوروا، نصور كيما معناتها براتيكمون اللي كيما تراها في التصويره راهي توصل لكليون كيما هي. معقول راح فيهاش فوتوشوب؟ لا 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 ديجا معناتها برشا عباد ترجع لنا وتقول لك ميرسي. كيما فما مشكله كيف انا مثلا نحب على صباط ولا على حاجه اوكي نجم نقول نلبس 38، اما وقت اللي نجي نقيس الصباط هذاك مثلا نلقى ساقي تنفخت ولا فيها مشكل، دونك ما عادش يجي قدي هنا، كيفاش تتصرف؟ باهي احنا قبل ما نبعثوا لك صباطك اللي في صفاقس بطبيعه مش تقول لك نجي لللوكال، نقول لها مرحبا نعطيها وين وكرشين ديجا موجود في الباج، وواحد اللي تقول لك نحب صباط نوصي عليه وعجبني انا او قبل ما انت كي تبعثي لي كوردوني نتاعك راكي مش تحط النيميرو التليفون، انا قبل ما نخرج لك كارتك راني مش نهز التليفون ونكلمك. اها نقول لك مدام انت شنو هي النوعيه نتاع ساقك؟ اسكو تلبس فما اللي تقول لك انا لبست 38، ما هي 38 فور تبدا مثلا شنو هي انت عندك كيفاش نقول لك الخبزه من قدام صوابعك اعراض، نعطيك الموديل اللي يمشي معك اكثر، نجم حتى نبعث لك لي فوتو ونقول لك مدام راهو هذا الموديل خير، خاطر انت تقول لي فما عباد تقول لك عندي بروبليم في ساقي عندي كي العظمه ولا الشوكه ولا، قول لها مدام هذا يمشي معك خير. فهمت انا قبل ما نخرج الكابتن راني نكلمك وراني ناخذ معاك لي كوردوني كله كيفاش ساقك وشنية وكل شيء. به خرجت الكعبة ونقول وصلتك وما مشيتش معاك، احنا رانا نعملوا لي شونج. انا نعطيك ونقول لك راهو خرج 39 خير، تقول لي لا تشد في 8 في 38 نخرجوها، تقول لي لا نحب نعمل لي شونج، نعمل لك اي شونج. يوصلك لي شونج، تعطي يجيك الليفرور كيما تاخذ الكعبه ترجع لي كعبتي انا كيما هي ترجع لي ايشونجي ومريقه، وبحول الله ما فما حتى مشكله. ديجا انا ماني قلت لك نخدم ولاباس، كليوناتي اللي خذيت من عندنا تعود ترجع تاخذ وتعود ترجع تاخذ، ديجا ديما نهبط في الباج ونقول راهو العباد ساتيسفيت بها الحاجه وراهم فرحانين الحمد لله يا ربي. مثلا دي موديل يقول لك جيب لنا من ولا خذ لنا، اي ساعات موديل يقول لك هذا يعجبني برشا نحب كي نلقى عليه برشا معناتها نعاودوا نجيبوا منه ونعاودوه ونقعدوا نخدموا فيه. عندي ديزارتيكل عندي 3 سنين وديما يقعد يمشي هذاك الارتيكل، راهو ارتيكل محبوب ونرجع ونقول راهو منتوجاتنا توانسه، رانا منتوج تونسي. اي الناس كل الحمد لله معناتها الروتور قداش راجع الحمد لله يا ربي الحمد لله الحمد لله. باهي مادامات نذكروا الناس ممكن باللوكال وين تليفوناتكم؟ باج فيسبوك انستغرام؟ اي عندنا باج انستغرام الحياه شوز، عندي باج فيسبوك شوز الحياه، اللوكال نتاعنا صفاقس تنيور كيلومتر 6. اللي يحب يتصل بينا يدخل الباج شوز الحياه يلقى لي تروان نيميرو يتصل، اللي ما تعرفش تبعث ميساج ساعات اليوم تتكلمك تقول لك والله ما نعرفش راني نبعث ميساج ما زلت، نقول لها مدام هات لي كوردوني نتاعك ونوسعوا بالنا معها، عندي بنيه تخدم معايا ونبداو هكا ونقول لها وين البلاصه وين كذا. كيف كيف اللي تحب تتصل تتصل قبل، تحب تبعث ميساج بريفي كيما قلت لك رانا احنا نهزوا تليفون ونكلموك قبل ما تخرج القطعه نتاعك. الحمد لله مي شويه كيما قلت لك المشاكل ما زلنا احنا هذيك الحيتو منتوج تونسي ومش منتوج تونسي، بعد فما مشكله في الاقبال على المنتوج التونسي. يعطيك الصحه ما زالت العقليه نتاع الصباط ماذا بيا امبورتي ماذا بيا لا حاجه ماهيش تونسيه، راهو انا نزيد ونقول ونشجع المنتوج التونسي وراني نلبس المنتوج التونسي، رانا احنا باش ننهضوا بهالدوله رانا يلزمنا نلبسوا تونسي، نستهلكوا تونسي ونستهلكوا تونسي خاصه. ورانا عندنا ما شاء الله عندنا العباد اللي تنتج في التونسي وكاليتي توب، راهي كاليتي توب، راهو نرجع ونقول معناتها حاجه مزيانه والحمد لله الحمد لله. توا تجرب مدام فاطمه من عندنا وقل لي شنو رايك وان شاء الله توا متفقين مدام فاطمه هاجر منتوج التونسي لهنا وممكن اقبال عليه ولا انا والناس الكل اللي لازمها تشجع المنتوج التونسي. اول حاجه باش معناتها نعطيو فرصه للزارتيزون باش يخدموا باش معناتها تكون عندهم مدخول. ثاني حاجه نستحفلوا على العمله معناتها عندنا مشاكل كبيره دونك، وتونس تبارك الله عندنا الانتاجات في لي دومين الكل سواء ما بالسواء لابسه سواء برودوي معناتها عندنا منتوج تونسي هايل برشا في كل شيء. دونك المراه في دارها توا تنجم دو ا جوسكا زيد بريسك تستعمل حاجات تونسيه. نشجعوا على المنتوج التونسي وبالعكس حتى كان نحسنوا منه معناها نعطيوه فرصه باش يتحسن مش باش نرفضوه.
حتى كان فما حاجات معناتها لازم يكون معناتها التونسي اليوم لازم يكون واعي اللي هو لازم يستهلك تونسي. معقولة برشا وبيان سور عندكم دي برومو الحياة شو استويكا؟ على فكرة احنا توا في شهر ديجاسول توا نعملوا في دي برومو مزيانين برشا، يلا اللي يتفرج فينا نقول لهم الحقوا خاضوا على بكري وهيك خاطر الكميات محدودة. زيد حاجة أخرى بمناسبة عيد الحب احنا مقبلين على الحب، يلا اللي باش ياخذ كادو لمرتو اللي باش ياخذ كادو لأمه عليه ما نحبوش مامتنا نحبوا حماتها لبنتها أي بنتها الناس كليك ان شاء الله دنيتنا كلها محبه. توا وقت كيف كيف معناتها كيما قلت لك مرحبا بكم تتصلوا بنا على الباج واحنا نعديو لكم اللي تحبوا عليه. ونرجع ونقول عندنا دي برومو هايلين برشا فانتوما راهو عندنا دي برومو اسواب مزيانه وحوايج كاليتي نرجع ونقول راهي توب حاجه مزيانه وعلى ذمه مدام فاطمه جبت لنا ديجا دي موديل هنا وحاجه مزيانه برشا ان شاء الله في ميسيون ويكاند باش نكون نلبس من عند حياه. مرحبا بك فاطمه. يعطيكم الصحه. دونك التونسي اللي هنا وسهلاكم رجال توا كي نحكيو على صبابه تنسى اما تستهلكوا التونسي ولا اللي بعث لي بوزيسيون سي هو من المؤكد انه لابد ان نشجع المنتوج التونسي لابد وان نقفوا مع الصناعه التونسيه. تبقى زادة البضاعة التونسية لابد أنها تحمي نفسها بالجودة. أي معقول. باش تفرض روحها في السوق. أي هي ديجا تختار بالكعبة وطابت هي تختار لي موديل نتاعها هذا به زادة. سي الدكتور. سي الدكتور. كاهو نون كونسوم تونيزيان كاهو. صحيح. يلزمنا نستهلكوا تونسي باش بالحق تونس ترجع كيما كانت خاصة في الاقتصاد نتاعها. خلينا نخرجوا فاصل ثاني ولا بعد شوية باش نحكيوا على كيفاش نجموا نقوي المناعة نتاعنا. هجورة زادة باش تحكي لنا على كادو كيفاش نجموا نقدموهم وبرشا حاجات نستناونا في الجزء الثاني من الويكاند. فاصل ونواصل. علاش ليه؟ مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول. سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه.
زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72-317-616 72-317-616. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حذرناه سلا سلا، محذر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ حارة اوبا ده جامد يا عم نايس ممتازة بنينة رائعة حلو بس حارة والله بس عادها قوية طبعا ميسي يا لو عسل الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوع بس تقدمه ثانك يو نادى ربه نداء خفيا من حسن الى احسن بالنسبه لبيرتا عهدت وفات كان باب كانوا باب الجنه تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري واهلي واحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا مكة دايرين بسم الله والله أكبر نور نور المكان كامل نور وباب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للبدن بدأ نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي إن شاء الله في العودة تتلاشى الحيرة في غسيل الملابس الآن غسالة إلجي جديدة فيفاتشي تتميز بذكاء عالي جداً بتقنية AIDD في اختيارها لك نمط الغسيل الأنسب عناية فائقة الجودة وإزالة من مسببات الحساسية بنسبة لا تضاهي حيث تستطيع التمييز بين 20,000 نوع من القماش ويصبح لديك أفضل غسيل للملابس بالنظام الأنسب وتقنية عالية LG Life is good. Mm-hmm.